صباح الخير مرتين يا كل المشاهدين. هالغسالة بعرف يعني في كتير جدال هلا حواليها وكيف شكلها وكيف تشتغل. هي الموضوع اللي كان ترولا عم ضوي عليه يلي قالوا انه قالي ترولا انه ذكروه من زمان بأب تو ديت من حوالي الأسبوع بتايد بس ما كتير كانوا هيك عم بيدخلوا بتفاصيلها. فأنا حبيتكم عم شاركوا فيديو عنا لتشوفوا عن جد كيف تشتغل ونتعرف عليها شوي أكثر من ناحية العملية تبع انه اليوم كيف فينا نستعملها. أول شيء هي اسمها دولفاي. دولفاي هي عبارة عن ديفايس كتير صغير. إذا بتذكروا الماوس يلي كنتوا تستعملوها لأن هلا ثلاث أرباعهم صاروا لابتوبس وآيباد ما عاد في ماوس يعني. الماوس ايام اللابتوب من زمان وايام الديسكتوب حتى نفس الحجم بس الفرق انه هيدا رح تكونوا عم تحطوها مع تكيبكم. هلا المبدا هون بالفيديو اللي رح نكون عم نحضره رح تلاحظوا انه شوي بلش يتغير. شو التكنولوجيا اللي عم نستعملها؟ عم نستعمل هون الالترا سونيك ساوند. فهالصوت نحن يلي رح يكون عم بيقدر يطلع بالاضافه للمي والضغط يلي رح يكون عم بيشكلوه سوا رح يكونوا هن عم بيشيلوا كافه هالامور الوسخه يلي بيكونوا موجودين على التياب. بالفيديو رح تشوفوا هيك تفصيليا اكثر كيف تشتغل حتبسط اكثر لكم الفكره. هون نحن عم نشوف الطريقه التقليديه اللي نحن بنستعملها وقت ما نغسل التياب. اذا بدنا نرجع على الطريقه الاقدم بعد كمان هون كيف بدنا نغسلهم اذا في عندنا قطعه تياب معينه بدنا نكون عم نهتم فيها. وهيدي هي الغساله الجديده عم نحكي عن دولفي. دولفي هون عم تستعمل هالالتراسونيك تكنولوجي. هال الصوت يلي رح يكون عم ينبعث منها رح يقدر بمساعده المياه يلي وقت تكونوا حاطينها بالمي اكيد انه يكونوا عم بيشكلوا قوه دفع كثير قويه. هالقوه الدفع هي لحالها رح يكون عندها القدره لانه هون ممزوجه كمان المي مع مسحوق الغسيل انه يكونوا عم بيشيلوا كافه هالبقعد هالبقع عفوا يلي بتكون عطا موسخه تياب. قريبوا هون كثير منيح ليكونوا عم بيفسروا لنا اكثر كيف بتكون هي عم تشتغل وكيف بتقدر تنظفنا كل تيابنا. هلا نقطة كثير مهمة بعتقد على كثير من السيدات بيعرفوها يعني نحن بنتعلمها منكم انه في حرارة المي، في كيف لازم نكون عم نغسل، نوع التياب، الالوان، كل هالامور سوا. اليوم مع هالتكنولوجي الحلو انه اول شيء تيابنا فينا نكون اكيدين انه لا حيصيروا اصغر من ناحية الحجم، لا حيتغير لونهم. ولا المبدا ابسط بكثير لان هون عم تلاحظوا انه كمان ما كثير فينا نحط تياب مع بعضهم. يعني الفرق بين هون وبين الغساله انه هونيك بتحطوا 10 20 قطعه يمكن مع بعضهم حسب هي قد ايه بتساع. هون عم نحكي لا عن مبدا شوي اصغر يعني عم نحط قطعه ماكسيموم قطعتين نحطهم مع بعضهم. كل هالعمليه هي بتتطلب 30 دقيقه بس هذا هو الوقت المطلوب. من بعدها بتنشف تكوى ومن بعدها اكيد فيكم دغري تكونوا عم ترجعوا تلبسوها. فالحلو كمان انه ركزوا كثير على نوعيه القماش وكيف فيهم يحافظوا على هالامور يعني نحن عم نغسلها. اليوم نحن بنعرف انه كل ما نكون عم نستعمل تيابنا اكثر واكثر واكثر مع الوقت بيصيروا ينتزعوا هالقماش اذا على طول عم نكون عم نغسلها ونغسلها. اليوم ومع هالالتراسونيك تكنولوجي هالمبدا صار اهين بعد بكثير لانه كافه هالامور والتكنولوجي هي رح تكون عم تاخذ بعين الاعتبار كمان هالقماش يلي عم تلتمسي فيهم ورح تكون عم بتخلي كل شيء بعده جديد. هون عم تشوفوا بس كيف بتشتغل بسلو موشن كمان. هيلو لو هلو. هيدي الغسالة الشهيرة هي 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 اللي كنتوا عم تحكوا عنها بأبديت زيتها بس هون ان ديتيلز هذا الفرق ان ديتيلز فيها فيديو كمان. فهيدي هي دولفي. دولفي اليوم ايه عم تعمل ثوره بعالم التكنولوجي في كثير طلب عليها وهالبرودكت قلت لكم بلش كمشروع صغير دولفي بلا هيدي هون هي هي وهالبرودكت بلش كمشروع صغير واليوم عم بيرجعوا يكونوا عم بيقدموا هيك للسوق. اول شيء كان تجربه ليشوفوا قد ايه في طلب عليها يعني رولا وابيرنتلي طلب كثير كبير. هون بتعرف على كل الفريق يعني هون اذا بدكم خلص هول فينا ما نشوفهم يعني بنحطها بالجزدين بنحط بالجزدين بتاخذيها معك وين ما يعني قد الماوس تبع اللابتوب هالقد يعني انه مش هالغساله اللي بدك حدا يجرها يعني ولكن اكيد مش بنحط التيب بداخلها لا لا هي ماشي عادي يعني بتعبي سبوت كلينر كانه لا لا اكثر عرفتي انه كيف فينا نغطس يعني القطعه فيها ايه لالي كيف اوقات بيكون عندك هاي القطعه اللي بتكون دافعه حقها كثير غالي اللي بتغسليها لحالها لما تنتزي مع هوديك التياب يعني فعاده بتحطيها يا اما بتحطيها لحالها وبتغسليها مش على طول بتحطيها بالغساله اوقات بتنقعيها بتعملي شيء هيك. فاليوم دولفي هي اذا بدك هول التياب بدك ما بتحطيهم بالغساله ما حتقدري تعمليهم على ايدك يعني خلص بتحطي دولفي وبتنقعيهم وهي بتكون عم تنظفهم كلهم على اي بتعرفي لا حتزم ما حتصغر ما حيتغير لونها حتنضف
وكأنه قريت كمان أنه من دون مسحوق لا بدك تستعملي مع المسحوق سو بتزيد لأن المسحوق هو بده ينخلط مع المي ليقدروا يطلعوا هالمواد اللي هي بدها تكون عم بتنظف يعني فهي الماشين هونيك شو عم تعمل عم تستعمل الألتراسونيك ساوند فعم تبعت هالموجات الصوتية يلي هن رح يكونوا عم بيشكلوا ضغط كتير قوي مع المي لوقت يدقوا بالوسخ الموجود على التياب بقى بالبقع تقدر تفكفكها تحللها ويمشي الحال Not bad. Not bad. هلا بتعرفي حكينا عن موضوع الغسالة اليوم في كتير أمور وقت بتروح أو الكهرباء. أو نبعت على المصبغة ونرتاح. كمان هيدا خيار تاني. بس إذا بدك أنت مسافرة مثلاً إنه خلاص ليك تحطيون تغسليون فيك بالأوتيل يعني كمان. كمان. إنه عم جرب لاقي لكم حل. عم جرب لاقي حل. بتعرفي رولا اليوم. اقتنعت. بعرف حسيت. وقت بتروح الكهرباء. بيجي الموتور. شو أول قصص تفكري فيها إذا بعدها دايرة للطفية؟ المي السخنة. الغسالة صح مسخنة الغسالة الشوفاج الشوفاج طيب اليوم هول إذا هني ماشيين على الكهرباء بتعرف إنه هول كتير بيصرفوا مش هيك بنفكر فيهم بالعكس نحن اليوم التكنولوجيا اللي عم نروح لها هي إنه كيف فيهم يأمنونا وسائل بتساعدنا إنه نتحكم بمصروفنا الكهربائي ما بعرف كيف طلعت معي هيدي بطريقة بعد أهين من خلال سمارت فون كيف يعني اليوم هالغسالة فيه أنا أجيب واحدة سمارت واشينج ديشر مثلا يعني حيلا ديش واشر يعني في يجيب براد ذكي في كل هول في منهم قصص صاروا سمارت تتحكم فيهم من سمارت فون من الهواتف الذكيه تبعنا بس الايتم اللي هلا بدي احكيكم عنه هو لا هو انه ما في لزوم واحد يغير كل بيته ليصير يستعمل هالتكنولوجي الفرق هون هو انه بس بدك تصيهم بالكهرباء عندنا هذا بريز الحيط والفيش بتحطيها بيناتهم يعني وصله هو هالوصله يلي انتم رح تكونوا عم تستعملوها رح تعطيكم القدره اول شيء رح توصلكم بالانترنت ورح تعطيكم القدره انه انتم تصيروا تقطعوا هالتيار الكهربائي عن الامور من بمجرد ما تكونوا عم تستعملوا سمارت فون يعني عم نحكي تي في اي سي براد غساله براد المي جلي بدون انترنت كونكشن لانه كمان الانترنت كونكشن بتروح لما تنقطع الكهرباء انتبه ايه طيب بس هي بدها ترجع تدور وفيك تطفيها بتلحقيها هلا بلا بدها تلحقيها المي السخنة دقيقتين ثلاثة لترجع المي السخنة فيها ديجونتر هي ما لقيني لحل المي السخنة بدها تضل مانيول يعني الفيديو اللي رح نحضره سوا معكم رح تكونوا عم تلاحظوا شوي أكثر بهالديتيل سوا وكيف بيشتغل الفاكت والمبدأ تبعها هالقد بسيط يعني هالجادجت هو رح يكون عم يتصل بالإنترنت وخلص أول ما تتصلي أنت بالإنترنت صار عندك أكسس على كل هول الأغراض يعني مثلا لنفترض فيها الديفايس حتى منه اثنين بالمطبخ واحد للبراد واحد لما بعرف شو بقوت القعدة في عنا التي في والأضوية بالبيت اتسترا فاليوم كل هول ومن خلال دومس هيدي هي دومس ماشي بريز يعني حتيها بتصيها بالحيط والحلو رولا بتصير تقليك حتى انت وعم تستعملي الأغراض لنفترض أنا البراد داير تي في داير وكل هالأمور دايرين بتقليك قدي عم بيصرفوا كهرباء يعني أنا اليوم إذا بدي إيش بدي أطلع طيب قدي عم بيصرف كم أمبير يعني exactly. بعد ما نقوم نشوف على الساعة قدي 100% نشوف نحن قاعدين 100% على السمارت فون فيك تكوني عم تراقبيهم يعني اذا قريتي ولا انا هلا اليوم بدي الاقي مثلا اذا طفيت البراد اذا شغلت البراد فاليوم هول القصص عن جد كثير مهمه ليش؟ عم تشتري ايتم واحد بيمشي مع كل اغراضك اللي بالبيت غير ما قال لك لا روحي غيري التي في اشتري تي في جديد اشتري براد جديد اشتري مكنة قهوة جديدة يعني عم نوصل كل هالاجهزة او هالخدمات من خلال هالجهاز يس قد ايه وقت بتصير معك انه بتفلي التي في داير بالبيت ولا مرة؟ كتير قليل كتير قليل انا كتير بتصير عندي او سي دي بهالموضوع طفى تي في باب قفل شوفاج مطفي ايه لا على الباب تقفيلة الباب انا كمان عندي على السياره يعني على طول بنزل وصال على المحل اللي بكون رايح عليه برجع بتذكر هي بلكي ما قفلت تليفوني معي المفتاح وين نتفق بهالقصص انا وياك هون كنا عم نشوف بس الناس اللي كانوا هنا قايمين على هذا المشروع هو التركيز بس كنت بدي افرجيكم عن شوي الجادجت يلي هو هالقد بسيط وكل المبدا تبعه انه بيكون عم يتصل باي سيرفر موجود بالبيت مثل الراوتر يعني طب نحن بتلعب كثير الكهرباء عنا اللي ما في خطر انه مثلا يصير شيء لهالجهاز اللي هالقد بسيط وصغير بينوصل على لا لا انفكت عليك هو كل اللي عم بيعمله مثلا يا ما في اجهزه منزوعه بسبب طلعوا بالكهرباء من غيره بكل صراحه يعني مشاهدينا بدنا اثنين مش واحد بديك اكثر لانه اذا واحد لقوت القعده واحد للصالون واحد للمطبخ قوت النوم فكل هالديفايسز اللي نحن اليوم ستاند باي دائما ايه وهو الغير ايه اكيد بيكون عندك 30 واحد بركي سبير واحد للجيران غالي سعره ان فاكت ب ايه يعني منه كثير رخيص ابروكسيميشن حوالي 50 دولار يعني 50 دولار سو تخيلي اذا على 10 فيها مشروع 1000 دولار تقريبا تجهز البيت كله يعني حلو
Nice. No comment. أولاك خلينا نشوف هالويكند شو حملت لنا من أخبار الفلك. تنطر هالأخبار أنت؟ أكيد بنطر سالي مع كريستال بكرة. بزيادة. لأن الحمل مش عطول تبليش بالحمل أوقات حسب كل شهر بيكون مزبوط كريستال ما بعرف. اليوم الدلو رح تخبرنا عن أخبار برج الدلو. هلو كريستال. بونجور ولا بونجور إلي. اليوم إلي وي صباح. اليوم إلي أنت بتعرف حدا من برج الدلو؟ برج الدلو. لا انه في نبيش مين اللي بعرفهم برج الدلو يعني ايه اليوم هلا حدا اليوم رح نحكي عن علاقه برج الحمل ببرج الدلو اوكي لازم نحضر انا علاقه جيده هلا اسمعوني بعد البريك يلا ناطرينك كريستال سسبنس بتحمسنا سايره برافو كريستال وبقيه الابراج اكيد ناطره اخبارها لهالويكند تفضلي